السيد معاه، تسمعني؟ ايوه نعم نعم يا استاذ مجدي. الأستاذ مكرم محمد أحمد في جريدة الأهرام يوم 5 نوفمبر بيقول أن مصر خاضت حربا 18 عاما ضد التنظيمات الإرهابية، انتهت بسحق تنظيماته واندثارها، لأن الأمن المصري نجح في اختراق عمقها الأخير وتمكن من توقيع أو تقطيع أوصالها وتجفيف منابعها الفكرية والمادية. هل تتفق أن فعلا أن مصر سحقت التنظيمات الإرهابية فكريا وتنظيميا؟ الحقيقة الأستاذ مكرم محمد أحمد أنا رجل أحترمه، لكني مع الأسف مضطر أن أخالفه في هذه المسألة، لأن فكريا السائد حتى الآن في الإعلام، في صحيفة الأهرام، في دار الهلال اللي هو كان رئيس تحرير المصور فيها، في أي صحف يسودها التعصب الديني الإسلامي الوهابي كلها حتى هذه اللحظة. فكون هو يقدر يجد له جاسوس الأمن المصري جوه جماعة من الجماعات على ويسيبهم ويطلقهم علينا ومطمن ان الجاسوس هيبلغه اول باول عشان يقدر يقبض عليه في اللحظه المناسبه، هذا امر لا يمكن حسابه على المستوى الامني، وانه الامن بس اللي يقوم بالوظيفه دي هذه كارثه. نعم. لان المساله ليست امنيه انما ثقافيه في المقام الاول. تمام. يجب ان يشارك في الحرب ضد الارهاب كل مؤسسات الدوله الثقافيه، الاعلام، التعليم، المدرسة، المسجد، وإن كنت أشك في أن أحد ممن هم في مساجدنا اليوم أو من أظاهرة اليوم يستطيع أن يكون مفيدا، لكن أعتقد أن المستقلين من مسلمين مثقفين ليبراليين هم من يستطيعون أن يقومون بهذا الدور. يعني يعني دكتور سيد عاوز تقول أن الدولة أبعدت، الدولة أبعدت خطر الطيارات الإسلامية وسابتها على الناس؟ ما هو النهارده بيجني ده، وبعدين اسرائيل صدرت له حماس على الحدود، وبعدين القاعده هي بتهدده. تمام. واقصى ما يصيب الامن المصري بالحنق انه تجيله تهديدات من بره. لذلك اعتقد انه القاعده لن تستطيع كقاعدة بالقيام بهذا الدور، ولكن من خلال أذرعها الضاربة المتحالفة مع في الخفاء داخل مصر من تنظيمات يقولون أنهم قد قضوا عليها وهم لم يقضوا على شيء. كل ما في الأمر حصلت نوع من أنواع التبادلات في الأوراق بينهم وبين بعض، بمعنى أن هات الورقة دي وخد الورقة دي في عملية شبه تصالحية، وأعلنوا زي الجماعة الإسلامية المراجعات وغيره. ولو قريت المراجعات اللي عملوها الإسلاميين ستجد أنها هي لم تتحرك قيد أنملة عما هي متمسكة به. يعني مجرد هي مجرد هدنة زي بيقولوا، هدنة، المراجعات دي هدنة مش كده ولا إيه؟ بالظبط كده، بالظبط زي ما بتقول حضرتك يا أستاذ مجدي. أنا أذكر في طفولتي وكان بيتنا في شهر رمضان بيبقى منتدى ديني حتى صلاة الفجر، وكان أبونا مرقص قس الكنيسة بتاع البلد يجي يجامل ويزورنا في رمضان، فأبويا يميل على الشيخ القارئ ويقول له يا شيخ فوزي سورة مريم، سورة مريم، يعني يرد له التحية بأحسن منها. كنا بنقعد نسمع إنه قاتلوا الذين كفروا من أهل الكتاب، كنا بنقعد نسمع نكاح السبايا والإماء، كنا بنسمع الجهاد والقتال، لكن ما حدش في الوقت ده كان مؤمن ان ده يجوز تفعيله. كان الكل يعتقد ان هذا يليق بزمنه. مظبوط. ان الزمن قد تغير ولم يعد ممكنا هذا، لانه النهارده لا في عبيد ولا اقدر اشتري نسوان. تمام. اللي حدث مع الهجمه الوهابيه اللي هو بيسموها الصحوه الاسلاميه لا بارك الله فيها، بتبدا اولا بعد ما بتمسك الانسان تصيبه بالمرض النفسي، تمرضه نفسيا اولا. صحيح. بمعنى انها تخلخل بنيانه النفسي وانسجامه الروحي مع نفسه. وبعد ما تمرضه، يعني تعال شوف اللي اسلموا مثلا في امريكا او اوروبا واشتركوا في عمليات ارهابيه، تبحث عن اصولهم تجدهم مجرمين بالطبيعه. تمام. او هو كان قتل قتله.
او انه هو مريض نفسيا وعنده نزاعات شاذه للقتل او لهتك العرض. طب بيجذبوهم ازاي دخول دول؟ الاسلام بيجذبوهم ازاي؟ مبرر شرعي لنزاعاته الشاذه، فبيبدا بانه يمرضك نفسيا ليخضعك بعد ذلك. ولذلك ازعم انه هؤلاء ناس، يعني الراجل اللي في جابوا حكايه عن الارهابي اللي اتقتل في العراق وكان سايب زوجه وطفلتين في بلاده، زوجه وطفلتين لسه، واحده نعم رضيعه وواحده عندها سنتين، تمام. وراح يموت في العراق. فقالوا ده وهو بيموت كان شايف الحريات وبيقول لهم اقبلنا اقبلنا، واسمعهم يعني انظر الى مدى الانانيه في هذا الشخص اللي سايب زوجه واطفال وهيترملوا وما يعرفش يعملوا ايه مقابل انه ينكح 70 حريه زي ما قلت. يعني هذا مرض نفسي، هل هذا شخص طبيعي؟ هل هذا شخص سوي؟ لا يمكن، لا يمكن. بمعنى طيب انه الدكتور سيد، الدعوه الاسلاميه هل تخليك تشوف، اولا هل في علاقة عن بين القاعدة والإخوان المسلمين؟ مرض هل في أي نفسي. حاجة بينهم تربطهم؟ الو الو هل في علاقة بين القاعدة والإخوان المسلمين؟ يا سيدي، انا لا اشك لحظه، ومش انا بقول لك انا لا اشك لحظه ان كلهم داخل نفس الجوب. والشيخ القرضاوي قال ان كل التنظيمات الاسلاميه الموجوده الان خرجت من عباءه الاخوان بالنص الحرفي، وذلك في كتابه الاخوان المسلمون. نعم قال هو ده، قال وهو عضو عتيد في جماعه الاخوان من بدري، قال كل التنظيمات الموجوده الان في العالم خرجت من عباءه الاخوان، وان كان حاول يخففها شويه يقول اما منفصل عنها او مرتد عليها او جزء منها او منفذ لمخططاتها الى اخره، لكن الكل خرج من لكن عباءه المنبع الاخوان يعني عندهم، المسلمين. اتفضل. الو المنبع عندهم يعني المنبع من الإخوان. طب أنت يعني الاخوان، ما تنساش ان الاخوان المسلمين المصريين سموا نفسهم الاخوان على اسم الاخوان الوهابيين، ما الوهابيين كانوا مسمين نفسهم الاخوان. مظبوط، ولما حصل الصراع بين مصر والسعوديه على السياده في المنطقه، خرج الاخوان من مصر واستقبلته بالسعوديه وفرشت لهم البساط الاحمر عند الطائره. ودول لما رجعوا بقى المعلمين الافذاذ، خد بالك، يعني نعم دول اللي جابوا الوهابيه الكامله بعملها على مصر. مصر طول عمرها كانت على المذهب الحنفي اللطيف، هي وتركيا، لان تمام دي بلاد مرحه وجميله وتحب الفرح والسرور ولا تحب الجهامه ولا الدم ولا القتل، ناس مزارعين منتجين مبهجين. النهارده بيجي يعقد مثلا الزواج على المذهب الحنفي وهو ليس على الحنفي، بيكلمك في التلفزيون ويقول لك دولتنا عن وهي ليست حنفيه على اعتبار ان المذهب الحنفي هو اكثرهم هدوءا وتواصلا مع حاجات يا الناس. دكتور سيد، كان المذهب الوهابي وليس مذهبا لكنه دعوه، اي انه دين جديد دكتور يفسر سيد، عن انا الدين عاوز يعني ويقف نحط مع ناس المشاهدين، عاوزين ومع نحط المشاهدين نفسه، قدام ايه وبالتالي قوة يقرر التيارات نفسه. الجهادية في مصر، ايه قوتهم في مصر، قوتهم ايه يعني، قوة التيارات الجهادية والحركة الجهادية في مصر ايه؟ والله يا استاذ هي المشكله مش في الحركات الجهاديه لوحدها. نعم طب ما اللي حصل، يعني هم موتوا الناس كانوا بيصلوا في الكراد كويس في كنيسه سيده النجاه. انا اذكر من سنه كانوا اخواني المسيحيين في مصر اشتروا مصنع خارب في شبرا كان مأوى للصوص وقطاع الطرق وعاهرات الليل وكده، ونظفوه وظبطوه وجعلوه مكان يصلوا فيه. عرف الجمهور المسلم العادي اللي هو بقى مش في تنظيمات ارهابيه ولا حاجه، فقاموا بالاعتداء عليهم ومحاصرتهم وتدخل البوليس والدنيا خربت. انا قاعد اتابع ده على قناه المحور، لقيت المذيع بيكلم السيد عضو مجلس الشعب في الحزب الوطني عن دايره شبرا. نعم فرد قال له ايه؟ قال له، بيقول له انتوا ضربتوهم واذيتوا الناس ليه؟ قال له ده احنا مسكناهم ظبطناهم وهم بيصلوا.